منصرح جدا، ما زالت العائلات الجزائرية تحتفظ بعادات وتقاليد منذ القدم. من بين هذه العادات كاين المهيبة، اللي هي هدية تقدم للخطيبة كل ما تجيكش مناسبة. وبمناسبة عيد الفطر المبارك نزلنا للشارع وراح نشوفوا هذه العادة إذا ما زالهم متمسكين بها المواطنين الجزائريين. ما نطولش عليكم، تابعوا معنا. بمناسبة عيد الفطر المبارك عندنا موضوع المهيبة، راح نسقسيو الجزائريين اسك مازالهم متمسكين بهاد العادة هذه. ايه بيان سور مازالهم متمسكين وما كان حتى عروسة تجوز يجوز عليها العيد ولا موسم ولا ما يدولهاش المهيبة تاعها. لازم مازالت العادة هذه. شوف دوك هي 150,000 تدي مهيبة، بصح شوف المرة اللي عندها القناعة، هي 150 جبه 150,000 تدي مهيبه، جبه 100,000 تدي مهيبه، بصح شوف المراه ولا عندها القناعه بجبه تاع 100,000 ولا تاع 150,000. هي الاغلبيه تاعهم يدوا هكذا جبه بدي صغير، يعني يدوا حاجه خفيفه، ماشي المقدور تاعو اللي عنده يشري حاجه كبيره وخلاص. وهذه المهيبه من بكري؟ اه حصرا من جدودنا، ديجا قلت لها لبنتي قلت لها باللي هذه المهيبه كنت انا من بكري كانوا يجيبوني ناس داري هكذا المهيبه. شي غاي لو كان المهيبه يدي لها هذه ديال سخام بالك هو خدام بسيط ولا شاريته ما تكفيهش ولا وخرج من العيد، خرج من رمضان، خرج ما عندي كيفاش، ما مصاريف ما يقدرش هو. يعني دوكا تسقام المهيبه شحال تسقام فيها؟ تسقام نقول لك 800 حتى المليون، كل واحد ومقدوره. اه يجوا بزاف ناس كانوا زمان يجونا العجايز بزاف يشرو لولادهم ولا باش يدوا الفيونسي تاع وليدو، مي دوكا لا لا دوكا ولاو لي كوبل يجوا لعندنا ويخيروا وكذا. زمان كانوا يديوا المهيبه كانوا يدوها روب دو شومبر، روب دو شومبر شباب تاع الشتاء ولا يجي في الكرطونه، كانوا يدوا في ديزابي، كانوا يدوا الريحه وشويه ديودورون يزيدوا يعاونوا بها، تسمع باش كي تدخل يدك شويه تحمر الوجه. دوكا او يجوا لي جان وحدهم ولا مع لي فيونسي تاعهم ويخيروهم يدوا لي صورتي تبان بزاف. كل واحد هم قدوره، هي حاجه يعني كيما نقولوا من العادات تاعنا والتراث الواحد ما يقطعهاش، بصح كل واحد هم قدوره. مي دوكا الناس كامل ولاو يدوا المهيبات من بكري، يعني ما تقطعش هذه العاده. شحال تسقام بيبري؟ قلت لك كل واحد هم قدوره، كاين اللي يدي 400,000، كاين اللي يدي يمد دراهم، كاين اللي يدي حاجه تاع ذهب، كاين اللي يدي دي كاتو مع دي كاك دي كادو، كل واحد هم قدوره. هو في يجي العريس مع يماه هو اسمه يخيرو قماش مرسو تاع قماش يديو في المهيبه، من داك يجو الجباب اللي كراكو هو اسمه يديهم في المهيبه. المهيبه الراجل يدي لخطيبته زعما يدي لها شغل كادو كادو سكي باري شغل كما نقولوا شغل شغل عربون عربون تاع المحبه تاع بكري. ودوك ماشي كيف كيف دوك هاي تسكام غاليه بزاف ويتشرطوا شويه هاي دوك البنات تنسى تاع دوك يشرطوا امبوسيبل ديال يجيب لها حاجه خفيفه تستقبل بها. ما كاباب ما تعجبهاش كاباب ما تعجبهاش قادرين يتخاسروا على جال المهيبه. بلادهم يسمى شغل المهيبه يديروها، انا واش نعرف انا واش كانوا يقولوا لي المهيبه تما تنقص عليك المصروف، تما تنقص عليك دوزان تاع طبق. دوك قالت لا لا دوك قد ما تزيد خد ما كاين المهيبه قد ما كاين العياد. اوه يا خويا حاجه واعره بزاف. انا ما نديش هكذاك تفاهم معها مع الاول شي نورمال. لا هي كيما نقولوا مفاهمه مع الاول، واللي ما عندوش ما واللي ما عندوش كيفاش ما يتزوجش ما يديرش ما عندوش. اي با يقول لك يدوها في المناسبات السيد اللي يكون خاطب ولا يديها لمرته ولا لخطيبته فيونسي يديرها في المناسبات مولود عيد الكبير عيد صغير. اه كل واحد دو كيفاش واش يدي لهم واش يديو يديو لبسات يديو لي زونسومبل يديو. دونك على حسب الوقت اللي رانا فيه والله غير يا خويا سا ديبون، باسكو بكري انا نشفى بكري كانوا يدو لي زونسومبل يدو حتى الذهب يدو سوايع يدو. مي هاد الوقت هذا والله ما نكذب عليك هاد الوقت هذا دوكا ولا دوك تاع دوكا هما اللي يخرجوا يشرو المهيبه تاعهم. سير خويا علاش المهيبه بنادم يسحقها من بعد كان يديها كما يقولوا ينقص
ينقص على روحو كما يقولوا دوزان تباق يديرهم في المهيبه ينقص شويه 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 هما داروها على تنقص ماشي داروها تسمى شغل ماشي يدو ماشي بين فهمت كيفاش واش يديو كاع المهيبه كاين يدي الريحه كاين يدي الماكياج ودوكا تا ولات بالتليفون والطابلات خويا العزيز كاين اللي تحب دير الدار كاين المراه اللي تحب دير الدار راجلها يجيب لها بليغه تاع 10000 تقول يرحم والديك هذه المراه اللي تحب دير الدار المهيبه هي كيما يقولوا دي كادو يجيبوهم للعروسه يجيبوهم لها في المناسبات هكذا في الاعياد في المولود في كل واحد كيفاش يجيب كل واحد وعادتهم كاين اللي كيما زعما في العيد الصغير يدوا لها دي صغيان يدوا لها كاين اللي يدوا لهم حجابات شابين كل واحد ومقدوره والوقت اللي رانا فيه مازال يدوا المهيبه بيان سور يدوا المهيبات يدوا المهيبات باسكو هذه حاجه مع من عاداتنا يعني من بكري جدودنا نشفاو لهم عماتنا بو حنا ملي نضنا نشوفوا هذيك هذاك النهار العروسه تقعد تستنى فيه واش حيجيبوا لك باسكو هي تالك توجد لهم لي كاتو الحاجه العزيزه قاعد تحب تحطها لهم تحب دير لهم بالشان طبع هي تالك ماذا بها يجيبوا لها يطول خاطب بيضروه يا لو كان زعما يطول 5 سنين ولا 6 سنين يقدر يكري يشري بها دار يا خو المهيبه هذه المهم يدير بها معرس لا ماما كاع انتقالي تاعنا المهيبه كاع العرايس كاع الناس يدوا المهيبات لعرايسهم انا مازال ما جبت عروسه بصح على حسب ما نعرف كاع الناس يدوا يعني كي تخطبي لوليدك تبدي المهيبه لعرايسها المهيبه كي تكون مخطوبه كل مناسبه كل مناسبه غير كي يكون خلاص دينا تبق ودفعنا من بعد ما تم يقطعوا المهيبات لك حاجه المهيبه مليحه بصح لدوك اللي واصل وكاين عنده اللي يقدر يدي لها ماشي حاجه شغل كبيره تقدر بعفسه صغيره شغل دير لها مهيبه جبه بار اكزومبل خاتم تاع ذهب سا ديبون تسقام كاين تسقام له 900 كاين تسقام له مليون كاين تسقام له 1500 على حسب كيما انت تدي المهيبه انا ديت المهيبات يا اخو ما نكذبش عليك ديتهم كامل كاع المناسبات كل مناسبه كل مناسبه وقت انا نروح وقت انا نروح ندي المهيبه وكانوا زمان انا نشفى في وقت خويا قبل مني تزوج كبير عليا يديروا له من داو من عكاش سلسله رقيقه انا درت كانيت العواشر يدوك واحد واش قدروا ربي كاين يطف قماش كاين يدير صباخ كاين يدير ريحه كاين يدير واحد واش قدروا ربي يدي واللي ما قدروش ربي يكون تفاهم مع المراه تاعو ونسابو يتفاهموا يعني هذه عاده من بكري من بكري واللي ما قدروش ربي كل واحد كيفاش هي كما نقولوا حنا تولي كاع الانسان المقدر كان اللي يقدر كان اللي ما يقدر المهيبه زعما واش حبيت تشري لها زعما اللي حبي يشيلها ديزابي حبي يشيلها طيور حبي يشيلها ربا واش حبوا هو يجيبوا هما واش حبوا يجيبوا حبيت تجيب لها ذهب يعني دي ذهب بيان سور حبيت تجيب لها ذهب كل واحد وكيفاه فالمهيبه الناس يدوا واسمو يدوا لهم الحوايج كما نقولوا جبات كل واحد على المقدور تاعو كاين اللي يدوا واسمو اللي يشيلهم خواتم كاين كل واحد على المقدور ديالو على حسب مقدوره يعني على حسب المقدور ديالو كل واحد واش كتب له ربي من مليون وطلع من مليون وطلع دوك الا كانت حاجه تاع ذهب هاهي من 5 ملايين وطلع والا كانت حاجه تاع لبسه ولا كاش جبيبه شابه ولا من مليون ونص حتى 2 ملايين في زوج بنات مزوجين في كل عيد في كل مناسبه يجيبوا لهم مهيبه وليدي تاني كي نخطب له ندي المهيبه العاده قالت لك عاده وتقاليد شتو مشاهدينا الكرام كان موضوعنا نهار اليوم على المهيبه انا ما بقى لي غير نقول لكم تلاقوا مع موضوع جديد في عدد جديد ولاقتراحاتكم مشاهدينا ما تنسوش تبعتونا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه صحه عيدكم والسلام